سلام عليكم، وسيبوا شوية اللي في ايديكم. المعلم سامبو بيصبح عليكم وبيزف في بشرى سارة اليكم، وبيقول لكم ناوي يتجوز بنت الحلال اللي تعيش معاه بالرضا ومش بس بالمال. مواصفاته اللي طالبها مدت لها البوز، طالب عروسة صغيرة زي الكندوز، وبيقول لي ابعد عن الكبيرة العجوز، عاوزها حلوة وغندورة ومشفية، وبعيد عن العظم والجلد يجي 60 كيلو مصفية، لحمتها حمرة ومن غير دهون، ومش مهم هي مين تكون، خالية من الأمراض وساعة الفحص تكون معدية، جاب لها حلق هيكون لودانها علامة، يعرفها بيه لما توصل له بالسلامة، هيعميها ويشبعها أكل كرشة ولحمة، عشان تكون قوية وما يأثرش فيها الزحمة، وإذا حد عاكسها بالسطور تناوله وبلا رحمة، وتساعده في المحل وعلى القرمة تقطع، وبلاش النوم الكتير وطول النهار تتمطع، ومنتظر عياله يكبروا ويساعدوه في السلخ والنفخ باستمرار، وهي الوحيدة اللي هتضمن إنها مش هتاكل لحم حمار. يا ترى عرفتوا مهنة صاحب الرسالة؟ وتتفضل تتقدم من تمتاز بالشجاعة والبسالة، وتبعد عنه اللي من الجماعة الكسالة.